وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية لواحد من نجوم النادي الأهلي اللي تم إعلان إصابته خلال الفترة اللي فاتت. الهجوم ما كانش سهل جدا، في ناس كتير على السوشيال ميديا قالت إن كابتن مدحت شلبي تقل العيار حبتين. طب مين هو النجم ده وإيه قصته وليه كابتن مدحت شلبي قال كده؟ تعال نعرف القصة من البداية للنهاية على المصرية. قال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية ليه خلال تقديمه أحد البرامج التلفزيونية: أنا أتصور إن محمد الشناوي ما تصابش بأي شد في السمانة. الشناوي في التمرين الأخير قبل مباراة الإسماعيلي قال للجهاز الفني إنه عنده شد في السمانة ومش هيقدر يلعب. أنا وقتها كنت ما بقدمش أي برنامج وقلت لأصدقائي الشد ده شد سياسي مش طبي، لأنه لو كان كمل التمرين بشكل طبيعي كولر كان هيخلي مصطفى شوبير برضو يشارك في مباراة الإسماعيلي، والشناوي رافض إنه يجلس على دكة البدلاء لمصطفى شوبير أو لأي حد. دي قناعتنا الشخصية. انا اشتغلت 12 موسم مدير فني في القسم الثاني، وعارف لما يكون في لاعب نجم ساطع وبيلعب في النادي الاهلي وهو حارس مصر الاول والمنتخب لسنوات طويله هيبقى صعب عليه جدا يقعد على الدكه كبديل. وبالتالي هو قال سمنتي تعبانه، سلامه سمنتك يا حماده. طبعا الجمله دي اثارت الناس جدا، وقالت ان لا يمكن الشناوي يكون بيتهرب من اداء الواجب وخاصه مع النادي الاهلي. وقال كمان انا على يقين انها امور تتعلق بعدم قدرته النفسية على الجلوس على الدكة لمصطفى شوبير. وكمان قال مصطفى دلوقتي لاعب كبير وحارس يعتمد عليه، مفعم بالثقة والحيوية وشباب، وأهم ما يميزه إن عنده برود أعصاب مطلوب في حراس المرمى، يعني ما بيهتزش. وعودة محمد الشناوي ممكن تهزه نفسيا لكنه ما تأثرش وعنده ثبات انفعالي وظهر بمستوى مميز في المباراتين الأخيرتين بعد عودة الشناوي، وكولر بقى بيعتمد عليه بشكل أساسي ومديله فرصته. وقال كمان إحساس إن كولر هيعطي فرصة لمحمد الشناوي في مباراتين الاتحاد السكندري وبلدية المحلة اللي جايين. طبعا الكلام ده لازم نحلله ونفهمه، هل محمد الشناوي فعلا مصاب؟ محمد الشناوي مصاب وفعلا التقارير والمصادر أكدت الكلام ده، لكنه مش عايز يرجع بسرعة. إصابة السمانة كلنا عارفين إنها بسيطة، لكن زي ما قلنا الشناوي مش هيرجع بسرعة، وكولر ما بيحبش يدخل أي لعيب في مود الماتشات إلا لما يكون جاهز بنسبة 100%. الكل هاجم كابتن مدحت شلبي، يا كابتن أنت ممكن حضرتك تبقى مدرب كبير جدا وإعلامي لامع، لكن الكلام ده المفروض ما يتقالش في الفترة دي، خاصة إن النادي الأهلي مقبل على مباراة قوية جدا قدام الترجي التونسي. الأحسن هو اللي هيلعب، الأجهز هو اللي هيلعب، الأقدر هو اللي هيلعب، وده كلام مارسيل كولر مش كلامنا. تفتكر بقى إصابة الشناوي سياسية زي ما قال كابتن مدحت شلبي ولا لأ؟ ورأيك في تعليقه على القصة دي؟ قول لنا رأيك في التعليقات.